وجل إلى الله عز وجل، لكنها أخطأت الطريقة فلجأت إلى ميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. توكلنا على الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وهل يقول رشدي، يقول للمرأة، يقول أنت لجأت إلى ميت لا يملك من أمره شيئا، أو هل يملك هذا الميت من أمره شيئا؟ طيب، احنا طبعا أنا علقت عليه تعليق في أول تسجيل رد عليه أظن، قلت هكذا عبارة بسيطة أو سريعة، طيب وهل الحي يملك من أمره شيئا؟ ليش؟ لماذا خصصت الحي؟ يعني من باب يعني انه النص على الشيء لا ينفي ما عدا، لكن انت يعني كنا حملنا كلامك على هذا المحمل، لكن انت سياق كلامك انه لا، بتحكي مثل ما بيقول الوهابي والتيمي انه لا، في شيء يقدر عليه الحي وفي شيء لا يقدر، وفي شيء في غائب وفي حاضر وفي ميت وفي رجعت للهباب الوهابي، بينما هو هذا بحد ذاته شرك. نحن قلنا للوهابي مرارا، قلت له أنت تتهمني بأنه أنا مشرك لأنه أدعو الأموات، أنت مشرك من وجهين، من وجه واحد، من وجهين، الوجه الأول أنك تدعو الأحياء وهذا الأحياء غير الله، أنت بتقول ما بيجوز دعاء غير الله، والوجه الثاني أنك تنسب إليهم القدرة، بينما أنا أقول لك لا، لا الحي ولا الحي ولا الميت يقدر، بدليل لا حول ولا قوة إلا بالله. طريب بالموضوع أحد الوهابي رد على الأشاعرة رد عليهم استدلالهم بهذا الحديث على إيش؟ على قضية الكسب، أن الإنسان لا يملك شيء فعلا، لا الحي ولا الميت، إنما الذي يكسب فقط فعله، يعني قدرة غير مؤثرة. فقال لا، هذا تحريف للحديث اللي أوريكم الآن، لا ليش عند الوهابي عنده لا، مش الإنسان يكسب يعني بقدرة غير مؤثرة، لا بقدرة مؤثرة، ويعمل ويفعل الإنسان فاعل حقيقة، والأشياء فيها قوة مودعة والأسباب مؤثرة. طبعا هذا إذا فكرت فيه خلص يحيل الله إلى كما قال أرسطو فقط، أنه أعطى إيش الدفعة الأولى للكون مثل الساعة، حطيت لها بطارية وصارت تشتغل لحالها، بس أعطى الدفعة الأولى لهذا الكون، وبعد ذلك الكون هو يسير نفسه بنفسه، يعني عبارة أخرى ما في تدبير، ما في الله مدبر. ليش مدبر؟ هو الشفاء يأتي من الدواء بقوة مؤثرة، بقوة مودعة عفوا، وبسبب مؤثر اللي هو أنا لما أخذ الدواء أنا فاعل، أنا فعلت حقيقة أنه شربت الدواء، أنا سبب مؤثر، والدواء في قوة مودعة لي الشفاء. وفي عندك قضية ثالثة اللي هي إيش؟ أنه السبب أيضا مؤثر، السبب المؤثر وأن الإنسان فاعل حقيقة، وأن إيش؟ أن القوة والقوة المودعة، هذه لا تنسوها ثالث الوهابي. إذا فكرت ما بيضل في شيء اسمه مدبر، لاحظتم؟ طيب عفوا، فإذا وهذه احنا سنشرحها، وشرحنا يعني بعض قضية تدبير الكون، سنعمل حلقة هكذا تدبير الكون بين الصوفية وبين الوهابين، نشوف مين بيقول بتدبير الكون أن الله هو المدبر. الوهابين الذي تقول بالأسباب المؤثرة طبعا إذا نظرت إلى الكون كل شيء له سبب، حتى الخلق والإحياء والإماتة، يعني خلق البشر، البشر كيف بيكونوا؟ كيف يخلق البشر؟ هل مرة واحد فتح سكر الباب وفتحه تاني مرة لقى في ولد؟ هكذا خلق من عدم؟ ولا هذا الولد يخلق عن طريق عملية الجماع حلا كانت أو حراما؟ عرفتم؟ الإحياء إحياء الأرض وإماتة، هذا عن طريق المطر كما هو، إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وعند كما قلنا عند الوهابي وابن تيمية يقول لك الماء هذا مؤثر، سبب مؤثر بالإحياء، مش إنه كما تقول أشاعرة إنه يخلق الله الإحياء عند المطر، يخلق الله الشبع عند الأكل، لا ذكرنا أن هذول الوهابية تسخر من هذه النظرية عند الأشاعرة مع إنه محض التوحيد. على كل إحنا ما ليس الآن معقود لهذا. يقول الميت لا يملك من أمره شيء ولا الحي يملك من أمره شيء، وأنا سأثبت لك هنا
حتى الرسول نفسه لا يملك من أمره شيئا لا حيا ولا ميتا. هذا ردا على الوهابيين تكتب لنا أنتم تؤمنون بأن الأموات والأولياء لهم سمع لا يحصى يسمعون كل الأصوات ولا يخلطون بينها ولهم قدرة على السماع وقدرة على التدبر قدرة على لا كله كذب هذا كله كذب هذا كله هذا رجل القش هذا مغالطة رجل القش كما سمى جموس. أنا ما نقول أنا أقول لا الحي ولا الميت حتى الرسول لا يملك من أمره شيئا وإحنا بنجيب لك أدلة على ذلك مش من كيسة لا أدلة وأنت تؤولها حتى تثبت أنه لا الإنسان فاعل حقيقة وسبب مؤثر وإلى آخره. لأنه قال لك إذا ما قلت أن الإنسان فاعل حقيقة معناته أنت تقول بوحدة الوجود كما إحنا وريناك وهي عن دمشقية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في القرآن قل لا أملك قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله هنا استسلم قلنا نحن إذا بإذن الله طيب إذا بإذن الله سيدنا عيسى المسيح أحيا الموتى بإذن الله وأبرع الأكمه والأبرص بإذن الله وإذا بغير إذن الله لا ما تستطيع تحرك ساكن ولا حتى إذا تستطيع تحرك إذا ما بإذن الله إذا ليس بإذن الله إذا ليه إذا سحب الروح منك وأنت لا تتحرك ولا حتى مش إنه متت لا حتى إذا مثلا مريض مرض يعني شديد أو كذا ما شو ممكن لا يحرك نفسه هذول أصيب بكورونا أو كذا ما يستطيع يأتي بنفس حتى يقطع تنفس اصطناعي. إذا شوف مرة قال قل إني لا أملك لكم ضرا ولا شيئا مطلقا شوف ومرة قال قل لا أملك لنفسي حتى لنفسي قال نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. سيدنا إبراهيم ماذا قال وما أملك لك من الله من شيء قال لأبيه شو سيدنا يعقوب ماذا قال لبني لما قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد تدخلوا من باب متفرق قال بعدين وما أغني عنكم من الله من شيء. فإذا كل هذه الآيات تفيد وتدل على أنه لا ما لا حي ولا ميت يملك من أمره حتى الرسول نفسه ولو حتى بحياته لا يملك من أمره شيء. نحن نقرأ في القرآن ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. طيب إذن عفوا إذن ما كيف لك إذا قال الباري عز وجل أن نصل لهذا كيف قال الباري عز وجل سيؤتينا الله بفضله ورسوله. هذه طبعا نسينا ما نذكر الايش انه هو في آية اخرى ان هذه ظاهرها الشرك يعني ليش لانه في آية اخرى ماذا قال ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله. اذا الفضل المنسوب الى الله وليس للرسول. لكن هنا لما يقول سيؤتينا الله بفضله ورسوله مجازا سببا كسبا كما قلنا الشيء ينسب لله حتى ما يختص الله به ينسب مثل الخلق ينسب لله حقيقة وينسب لغيره مجازا مثل عيسى عليه السلام لما أحيا الموتى بإذن الله أحيا هذا مجازي أحيا هو من الله حقيقة. أما عندكم أنتم معاش وهابي لما في لا حقيقة ولا مجاز أو تقسيم هذا التقسيم إلى حقيقة ومجاز بالعام طبعا هلا هني بعضها بيقول لك يا أخي يجوز دعاء الحي فيما يقدر عليه لأن الباري عز وجل يقول أنه يدعون من دون الله ما لا يضره أو يدعو من دون الله ما لا يضره ولا ينفعه يعني يقول عن الذي يدعو الصنم أنه هذا لا يأتي والذي يدعو للميت أيضا لا يضره ولا ينفعه فأفاد يعني بمفهوم المقالفة أنه لا أنه من يدعو يعني من يضره أو ينفعه فهذا لا شيء فيه ولذلك هم قالوا أنه دعاء الحي فيما يقدر عليه. طيب هذا الفهم سقيم لماذا؟ لأنه قال الباري عز وجل قال ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. هل بمفهوم المقالفة ستقول إيه يجوز عبادة ما يضر وما ينفع مثل الحي الذي يضر وينفع فيما يقدر عليه يعني. فإذا هذا لا مفهوم له يدعون من دون الله ما يضر يدعو من دون الله ما لا يضر ولا ينفع يعني يعبد. أيضا قال ولا تدعو في نفس السورة شوف
هذه سورة أولا هذه الأولى سورة الحج. بعدين قال إيش في سورة يونس؟ ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وفي أول السورة من سورة يونس نفسها ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. إذن الدعاء مفسر بإيش؟ بالعبادة. مش مثل الوهابي لا فسروا الدعاء دعاء غير الله يعني الاستعانة والاستغاثة، هذا يشتغلوا بالشرك وال 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 وغير الشرك. أنت تقول يجوز دعاء الحي فيما يقدر عليه، إذن في استثناءات، أما العبادة ما يجوز الاستثناءات. تقول الله يعبد من دون الله يعني بعض الاستثناءات مثل الحي وكذا يعني. طبعا لم يبقى وقت، كنا احنا ذكرنا انه ايضا في امور كثيره لا الدواء يملك من امره شيئا، ولا العرق الذي كانوا يتبركون به عرق رسول الله يملك من امره شيئا، ولا ايش ولا جبته ايضا التي كانوا يتبركون بها تملك من امره شيئا. لكن نرجع هذا المجلس القادم. الحمد لله رب العالمين.